شهدت قرية الرقبة محافظة أسوان تنظيم قافلة علاجية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتضمنت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية، وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان للمترددين من أبناء تلك القرية والقرى المجاورة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء عمليات جراحية وأشعة رنين مغناطيسية. هذا وتستمر أعمال القافلة حتى غدا الاثنين. نوفر لهم جميع التخصصات الطبية، من عيادات متنقلة، من عيادة الأسنان، من عيادة الأنف والأذن، من عيادة الجلدية، من عيادة بطن العظام. معانا كمان الصيدلية التابعة لنا اللي تصرف جميع الأدوية للمرضى بالمجان. معانا المعمل الطفيليات، معمل كيمياء الدم، كمان معانا جهاز الأشعة اللي بنعمل بيه جهاز الأشعة للأشعة التشخيصية إذا احتاجنا الأمر. جينا هنا إن احنا بنقدم لهم الخدمة العلاجية، سواء كنا بنقدم بنديهم ادويه ان كان في الم او حاجه بالالم الضرس او الاسنان او حاجه محتاجه خلع ضروري فبنقوم بخلعها. اما لو محتاجين حشو او الخدمات الاخرى العلاجيه بالنسبه لقسم الاسنان بنقوم بتحويلهم الى مستشفيات او وحدات تابعه للصحه بالمجان. في 10 تخصصات عندنا، يعني العينه بتاج عندي في المعمل، باخذ العينه بفحصها تحت الميكروسكوب، بس الاساس اهم حاجه بكون اشوف العين البلهرسي.